السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخواني اشرح لكم طريقة حذف رسائل البريد الالكتروني دفعة واحدة. طبعا الشرح راح يكون على جهاز الايفون، الاجهزة الاخرى الجالكسي او غيره انا شخصيا والله ما استخدمها، لكن اللي يستخدم الايفون يدري ان يعرف هذا الشيء. يعني ما تقدر تحذف الرسائل دفعة واحدة، اللي تقدر تسويه انك تحدد رسالة رسالة وبعد كذا تحذفها. طبعا البعض توصل يعني مئات الرسائل او الاف الرسائل، فما يقدر يعني يحددها واحدة واحدة، يبغى يحذفها دفعة واحدة ولا يقدر. اليوم اشرح لكم هذه الطريقة. قبل لا ابدا بالشرح اتمنى منكم الضغط على الاشتراك ودعمي بالقناة. بعد ما ندخل على علبة الوارد من هنا زي ما انتم شايفين، تجيني الرسائل كلها هنا. كل اللي عليك تسويه تضغط على تحرير من الاعلى زي ما انتم شايفين. بعد كذا تطلع لك خيارات تحت، يقول لك تميز الكل هنا، وهنا مكتوب نقل وارشفه. طبعا هذا الخيارين مظللات ما تقدر تضغط عليها. الان كل اللي عليك انك تحدد اي رساله موجوده. نحدد الرساله الاولى بس ضغطه واحده عليها، بعد كذا راح يتم فتح نقل وارشفه. كل اللي عليك تسويه الان، ركز معي عادل، كل اللي عليك تسويه تضغط على نقل ضغطه مطوله. انا ضغطت عليها الان وما شلت اصبعي، خلك ضغط عليها وباصبعك الثاني اضغط على الرسالة اللي حددتها. بعد كذا شيل اصبعك من النقل، راح تفتح لك خيارات اخرى زي ما انتم شايفين. كل اللي عليك تسويه انك تضغط على سلة المهملات، وراح يتم تحديد الرسائل اللي حددتها سبعة، راح يتم نقلها الى سلة المحذوفات. الان المهملات عفوا، الان لما اضغط على سلة المهملات زي ما انتم شايفين اختفت الرسائل السبع. لما ارجع الى علبة الوارد من هنا زي ما انتم شايفين تم حذف جميع الرسائل. اتمنى الشرح واضح وبسيط. اي سؤال او استفسار انا دائما وابدا بالخدمة. اشكركم على المتابعة وفي امان الله.